خاندان دے تمام مرحومین دی مغفرت دی خاطر بواسطہ بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قالت سمعت فاطمة عنها علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعيذك بالله يا أبت من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به ما صرت أنظر إليه وإذا وجهه يتناولك عنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا ولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إلا جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذر لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد عظمت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت الا ساعه واذا بولدي الحسين عليه السلام قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إلا جدك وآخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا مالك كرمه الله أتعذر لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد عظمت لك فدخل معكما تحت الكساء فأقبل عند ذلك
أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين صلوات رائحتان طيبتان كأنها رائحة طهي وابن أم رسول الله فأقض نأمها هو مع ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أكيم ويا وزيم وخليفتي وصاحب علي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمدي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكنا سماوات إني ما أخلق سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء صلوات فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومأذن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبريل يا رب أتعذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويأخذك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلوات
فقال رسول الله عليك السلام يا أمينا وحي الله إنه نام قد عزمت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر ما هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكاشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فعلوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد بمحمد وعلي وسيدا والحسن والحسين ومن ذرية الحسين إلى قائم الحجة کریم اللہ تلاوت حدیث کے ساتھ عزت و عظمت واسطہ الہی تلاوت حدیث کے ساتھ ثواب سیدزادہ دی روح پر فتون بخش دے کریم اللہ سیدزادہ نو جوار جناب شہزادہ جناب علی اکبر جگہ عنایت فرما الہی آغا شاہ صاحب نو صبر جمیل عطا فرما بار الہ محمد و آل محمد عزت و عظمت واسطہ سادات خاندان دے تمام مرحومین دی مغفرت فرما درجات بلند فرماؤ الہی تلاوت حدیث کے ساتھ عزت و عظمت واسطہ سڑے صغیرہ و کبیرے گناہ معاف فرماؤ بار الہ حاضرین دی توفیقات اضافہ فرماؤ رب العزت فلسطین دے مسلمان دی حفاظت فرماؤ بار الہ ملک پاکستان دی حفاظت فرماؤ کریم اللہ سڑے بارویں آقا دا جلد ظہور فرماؤ بارِ الہا سنو اپنے آقا دے متھے لگن دے قابل بنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد بلند صلوات شہید ہو کے جدار فنا سے اٹھتا ہے شہید ہو کے جدار فنا سے اٹھتا ہے حسین پاک کی ماں کی دعا سے اٹھتا ہے مرے حسین کے غم میں کوئی زمانے میں جہاں بھی دفن کرو کربلا سے اٹھتا ہے بسم اللہ
جہاں بھی دفن کرو کربلا سے اٹھتا ہے۔ تو ذاکر مسافر شام جناب سید شہل حسین نقوی صاحب آپ پکر اور ان کے فوراً بعد خطیب ولایت امیر المومنین سید الزاکرین شہنشاہ فضیل المصائب جناب حاجی زوار سید غیور صابر شاہ صاحب آف بیل اور ان کے فوراً بعد سید الزاکرین شہنشاہ فضیل المصائب جناب باوہ سید عامر عباس ربانی صاحب آف پکھر اور ان کے فوراً بعد ذاکر بزرگوار ذاکر مسافر شام جناب زوار ملک مرید حسین پدھراڑی صاحب اور جناب باوہ سید علی رضا شاہ صاحب آف داؤد خیل وہ بھی تشریف فرما ہے، باوہ سید فرخ عباس شاہ صاحب آف راول پنڈی وہ بھی تشریف فرما ہے اور جناب باوہ سید علی حیدر بخاری صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، حاجی زوار باوہ سید محمد حسین شاہ صاحب آف بنگلہ یاسمین وہ بھی تشریف فرما ہے، باوہ سید علی رضا شاہ صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ اپنے وقت پہ وہ بھی انشاءاللہ حاضری لگوائیں گے۔ بر عظمت محمد و آل محمد صلوات۔